السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة التعليم المتطور. النهاردة هناخد آخر قصتين في منهج كي جي ون الترم الثاني، وهي القصة المشتركة والقصة الموجهة. القصة المشتركة في البداية اسمها عمار وأصحابه. عمار ولد نشيط يحب الرياضة، يختار ويفعل ما يحبه ويراه مناسبا له كما علمته والدته. ارتدى عمار ملابسه الرياضية وخرج ليلعب مع أصحابه، فهو يحب لعبة كرة القدم كثيرا. التقى عمار وأصحابه ندى وأمنية ومازن. قال عمار: هيا نلعب كرة القدم يا مازن. قالت ندى: كل يوم كرة قدم، ألا تفكرون في لعبة أخرى نلعبها معا؟ قالت أمنية: ومازن، يمكننا أن نلعب بنك الحظ. وقالت ندى: يمكننا أن نلعب لعبة الاستغماية. قال مازن: وماذا عن سباق الجري؟ نظر الجميع إلى بعضهم ولم يتحرك منهم أحد، فكل منهم يريد أن يلعب لعبته، لكنهم يريدون أيضا اللعب معا. احتار عمار وأصحابه كثيرا، وأخذوا يفكرون في لعبة يلعبونها معا لئلا يحزن أحدهم أن الآخرين لم يختاروا لعبته. صح عمار، لدي فكرة. نكتب الألعاب على ورق ثم نسحب الورق، الورقة الأولى للعبة الأولى والورقة الثانية للعبة الثانية وهكذا، فما رأيكم؟ أعجب مازن وندى وأمنية بالفكرة، فهي ترضيهم جميعا. سحب الأولاد، وكان الترتيب أن يلعبوا الاستغماية ثم السلم والثعبان ثم كرة القدم ثم سباق الجري. مر النهار سريعا والأولاد يلعبون معا وقد استمتعوا، فهم يحافظون على مشاعر بعضهم. شفنا القصة؟ جميلة. أول حاجة أسئلة المناقشة اللي احنا متعودين عليها: ايه هي شخصيات القصة؟ مكان كان فين؟ وايه اللي اتعلمته من القصة؟ يعني ايه اتعلمت من القصة؟ يعني القصة كان فيها مشكلة، مشكلة ان الأولاد مختلفين، كل واحد ليه رأي. في الوقت نفسه مع انهم مختلفين فهم حابين يلعبوا مع بعض، مش مختلفين وبيتخانقوا وبيزعقوا وبيعلوا صوتهم، لا هم مختلفين بس بيحبوا بعض، عايزين يلعبوا مع بعض. فكانت النتيجة ان عمار فكر لهم في فكرة، زي السؤال بيقول: كيف حافظ عمار على مشاعر أصحابه؟ يعني لما تبقى مختلف مع صاحبك في رأيه، هو ليه رأي وانت ليك رأي، مش معنى كده ان احنا نتخانق مع بعض، اتفقنا ان احنا مختلفين، واختلافنا ده هو اللي بيخلي الحياة معنى. يعني زي ما الولاد كان كل واحد ليه رأي، فخلاهم طول النهار يلعبوا ألعاب مختلفة. لو كانوا لعبوا لعبة واحدة كان ممكن يحصل لهم حالة من الملل، لكن هما لعبوا ألعاب مختلفة، فكل شوية يغيروا اللعبة فحسوا بمتعة اليوم، لعبوا لعب كويس، في الوقت نفسه حافظوا على مشاعر بعضهم من غير ما يزعلوا حد، ولعبوا لعب جماعي. في مرة حصل ليك موقف زي كده انت وصاحبك وقدرت تحافظ على مشاعره؟ ياريت لو ليك موقف احكيلي انت حافظت ازاي على مشاعر صحابك في موقف زي ده. المتاهة اللي عندنا هنا، عندك طريقين: طريق فاضي زي ما انت شايف اهو، واخره مش الجون، الكرة هتطلع بره. اما الطريق اللي فيه الكلمات دي هو اللي هيخش الجون، بس عشان تخش الجون لازم تساعد عمار انه يقرأ الكلمات.
فاحنا شطار والموضوع سهل واتعودنا عليه قبل كده وهنقرا الكلمات دي. تعالوا نشوف القصة التانية اللي هي هيا نسعد صديقا. هنسمع القصة وبعد كده نشوف ايه اللي حصل. مريض أيمن. ذهبت إلى أيمن. ذهب سيف إلى أيمن أيضا. أخذ سيف معه وردا. أنا أخذت لعبا. فرح أيمن. إيه هو موضوع القصة؟ هي كده على فكرة القصة خلصت. إيه بقى هو الموضوع؟ زي ما اتفقنا في أسئلة المناقشة، إيه هو الموضوع؟ طب وإيه اللي عجبك بقى في القصة؟ وإيه أكتر شخصية عجبتك؟ تمام؟ ومين هو المريض؟ ومين أسماء أصدقائه؟ وأحضروا له إيه؟ تعالوا بسرعة نفتكر إن كان في كلمات شائعة في القصة دي اللي هي إلى ومعه وأيضا. عايزاك تحطها في جملة وعايزين نقرأ الكلمات دي كلها. وتعالى نفتكر إن كلمة الجملة اللي قدامنا دي عبارة عن إيه، اللي هي مريضة أيمن عبارة عن جملة بتتكون من كلمة والجملة آخرها نقطة. تمام، دي الحاجات اللي احنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده. جايبالك اتنين شيت تطبيق على ازاي الاولاد اسعدوا صاحبهم، والقصة دي بتعلمنا ان احنا واصحابنا برضو لازم نحافظ على شعورهم وقت تعبهم. لما يبقى ليك صديق تعبان لازم تحاول تسعده، او ليك صديق زعلان وانت تقدر تسعده تحاول تسعده لو في ايدك انك تساعده، لان مساعدة اصحابنا حاجة كويسة. طب ايه الغرض من كده؟ ان احنا لما هيجي يوم علينا نبقى زعلانين هنلاقي حد يقف جنبنا عشان يسعدنا. يبقى احنا في الدنيا اصحابنا واحبابنا وقرايبنا، وظيفتنا ناحيتهم ان احنا نسعدهم ويسعدونا، ووقت التعب والمرض نقف جنب اصحابنا. صح ولا لا؟ كلكم شطار وعرفتوا ان القصتين دول ان دايما لازم نحافظ على مشاعر بعض. بس كده خلاص، مستنية منكم المناقشة بتاعت القصتين. وكل سنة وانتم طيبين، خلصنا الترم على خير وان شاء الله ربنا يسهل اللقاء في ترم جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.